هذه المسائية من الميادين ونناقش فيها. جبريل الرجوب يكشف أن أطرافا أمريكية وإسرائيلية رفضت تحالف فتح مع حماس، كيف ردت فتح؟ الوحدة في مواجهة الاحتلال خيار استراتيجي في معركة الوجود، فهل ينجح الرهان على تبدل الموقف الأمريكي؟ الشعب الفلسطيني يطالب بالمصالحة الوطنية والقوى السياسية تدعمه، لمصلحة من يتأخر إنهاء الانقسام؟ مرحبا بكم. يقول أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب إن أطرافا أمريكية إسرائيلية رفضت تحالف فتح مع حماس، إذن لم يكن المانع لإنجاز المصالحة وإنهاء الانقسام وقيام الوحدة هو الخلافات الداخلية فقط. وعليه نسأل، أليست هذه الضغوط الإسرائيلية والأمريكية سببا كافيا لإتمام المصالحة؟ وبما أن الأمريكي بات متهما من الجميع بالانحياز الأعمى لإسرائيل وبأنه ليس وسيطا محايدا، كيف سيجري التعامل مع رغباته وطلباته وضغطه؟ لماذا هذا التأخير في إنجاز المطلب الشعبي الأول في فلسطين؟ حكومة الوحدة، وإذا كانت القوى الفلسطينية تؤيد وتدعم التفاهم والتوافق والتصالح بين حماس وفتح تحديدا، فهل يصح الرهان على انتظار تبدل الموقف الأمريكي بعدما أمعن الاحتلال في الضم والتهويد والاستيطان والتهجير والسجن والتدمير والقتل؟ ألم يحن الوقت لاتخاذ القرار الاستراتيجي بالوحدة لخوض معركة المصير؟ إذن هذه عناوين ومحاور المسائية نفصلها ونناقشها مع ضيوفنا. معنا من صوفيا مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا الدكتور محمد أبو عاصي، معنا في الاستوديو الكاتب السياسي الفلسطيني الدكتور مصطفى اللداوي، ومعنا من بيت لحم الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية الدكتور محمد فرحات جرادات. مرحبا بضيوفنا، شكرا لانضمامكم إلينا في المسائية. اسمحوا لنا قبل أن نعقد دائرة نقاشها نبدأ في مقاله أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل رجوب بأن أطرافا أمريكية وإسرائيلية رفضت تحالف حركته مع حماس. وفي مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي أكد رجوب أن حركة فتح منفتحة على الجميع ولا تضع فيتو على أحد، وأن حركة حماس شريكة في المشروع الوطني، وأشار إلى تأييد تشكيل جبهة وطنية لمواجهة الاحتلال. في أطراف إقليمية إسرائيل وآخرين قالوا إياكم تتفقوا أنتم حماس في الأول، وأنا عندي ما أقوله في هذا الموضوع، إن شاء الله بموت قبل ما أكتب شو اللي بعرفه. ومع كل ذلك في الأخير الإقليم كلياته، الأردن، مصر، قطر، تركيا وسوريا كمان، وفي الروس دخلوا في الموضوع، الكل صار مع منيح. هلا في أطراف بقول لك لا، طب ليش تعملوا قائمة؟ وفي كمان ناس عندهم مصالحهم داخلية من هون. نعم، الطريق إلى الوحدة أو إلى الجبهة ليست مفروشة بالورود، ولكن إحنا خط سيرنا واضح، جبهة وطنية ترتكز على أساس نضالي وعلى أساس سياسي والأغلبية للفكر الوطني المعبر والملتزم. تحاول إسرائيل إفشال الانتخابات الفلسطينية بشتى الطرق والأساليب، وتمنع حتى الآن إجراءها في العاصمة المحتلة لقناعتها بأن تقارب فتح وحماس سيؤدي إلى تمتين وحدة الصف وإفشال صفقة القرن. ناصر اللحام. تحارب إسرائيل فكرة الانتخابات الفلسطينية بأقوالها وأفعالها، كما تتعامل مع المصالحة بين فتح وحماس كأنها تهديد خطير لها. حكومات الاحتلال بنت استراتيجيتها على استدامة الخلاف والنزاع بين فتح وحماس، وعلى الانقسام الجغرافي بين قطاع غزة والضفة الغربية، وعلى عزل القدس بجدار إسمنتي. القيادي جبريل الرجوب كشف عن خطورة الموقف عندما تحدث عن أطراف أمريكية وإسرائيلية رفضت تحالف حركتي فتح وحماس. خلال أيام ستلتقي التنظيمات الفلسطينية في القاهرة لوضع اللمسات الأخيرة على الأمر، ليتضح أن نجاح الحوار الفلسطيني وصدور المرسوم الرئاسي بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في أيار مايو المقبل والرئاسية في تموز يوليو يثيران مخاوف الأحزاب الصهيونية.
رسميا لم تنبس إسرائيل ببنت شفا، لكنها أطلقت العنان لأبواقها الإعلامية للهجوم على فكرة الانتخابات استنادا إلى تقديرات أمنية تطرح سيناريوهات ابتدعوها. وتصب أفعال إسرائيل في طاحون بث الفرقة من جديد بين فتح وحماس بإشاعة أن حماس ستفوز وستطرد منظمة التحرير. أما العدوان الحقيقي فهو رفض إسرائيل حتى الآن السماح بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، وهي تراهن على أن هذا سيكفي لإفشال الفلسطينيين. وإذا تسارعت الأمور نحو الانتخابات الفلسطينية فعلا، فإن إسرائيل ستكون أول الخاسرين. الكرة اليوم بيد الرئيس الأمريكي الجديد، ويأمل الفلسطينيون أن نجاح الانتخابات واستعادة وحدة الصف سيتيحان لهم دفن صفقة القرن وقلب طاولة التطبيع، حيث رفض الرجوب أي رعاية أمريكية للمفاوضات مع إسرائيل، كما رفض مشاركة أو وجود الإمارات في لجنة أو هيئة لرعايتها. جد الترحيب بضيوفنا. سأبدأ معك دكتور للداوي بالسؤال، ربما عن قراءتك مقاربتك لمثل هكذا ضغوط. ما الذي يدفع لنرى ضغوطا أمريكية إسرائيلية لمنع أن نرى قائمة مشتركة بين حماس وفتح؟ لا أعتقد أن الرجوب جاء بجديد عندما تحدث وأعلن عبر حديثه أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل ترفضان القائمة المشتركة، وأن الكيان الصهيوني يعرقل عملية الانتخابات. الكل يعرف تماما أن الجانب الإسرائيلي لا يريد الوحدة الفلسطينية، وقد فرح كثيرا بهذا الانقسام الذي مضى عليه أكثر من 15 عاما، وما زال الإسرائيليون يستفيدون جدا من هذا الانقسام، ولهذا هم يحاولون قدر المستطاع أن يعرقلوا أي وحدة فلسطينية. وبالتالي ما جاء به رجوب ليس بالجديد. نحن لا يهمنا، أعتقد أن الشعب الفلسطيني الذي يتساءل الآن هل ستجري الانتخابات أو لن تجري، ما هو مستقبل مراسيم رئيس محمود عباس، لا يهم الشعب الفلسطيني الموقف الإسرائيلي، لأن الموقف الإسرائيلي معروف تماما أنه ضد الشعب الفلسطيني. الذي يهمنا الآن هو الإرادة الفلسطينية، ماذا يريد الفلسطينيون. لا أعتقد أن فلسطينيا يمكن أن يسير وفق الأجندة الإسرائيلية. الإسرائيلي لن يقف إلى جانبنا، لن يؤيدنا، لن يساندنا في حقنا، لن يكون فرحا إذا ما رأى الفلسطينيين متحدين في موقف واحد أو في صف واحد. الفلسطيني ماذا يريد؟ قوى الشعب الفلسطيني ماذا تريد؟ السلطة الفلسطينية، حركة حماس، القوى الفلسطينية الأخرى ماذا يريدون؟ ليسوا بحاجة إلى أن نقول لهم أن إسرائيل تمانع الانتخابات الفلسطينية، ليسوا بحاجة إلى أن يعلموا أن الإدارة الأمريكية السابقة أو الإدارة الحالية ترفض الوحدة الفلسطينية. نحن ماذا نريد؟ إرادتنا يجب أن نمليها على العدو الإسرائيلي ونجبره على احترام، نجبر المجتمع الدولي على احترامها. نحن يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا، هل نريد إنهاء هذا الانقسام، هذه الفرقة؟ مضى علينا أكثر من 15 عاما حتى الآن، ينبغي علينا منذ زمن طويل أن ننهي هذا الانقسام. ولهذا أقول لا جديد في كلام الرجوب، إنما الجديد يجب أن يكون عندنا نحن الفلسطينيين. ماذا نريد؟ هل نريد وحدة؟ هل نريد اتفاقا؟ هل نريد انتخابات؟ بعد ذلك نواجه الإسرائيليين. كل مجموعة هل التي طرحتها أنقلها الدكتور محمد فرحات جرادات بعد تجديد ترحيب به، بمعنى يعني إن كان في الرأي التخوفات على ماذا تقوم، وهل نتحدث هنا عن الإدارة الحالية بمعنى أنها تضغط ألا تكون حركة فتح مع حركة حماس في قائمة واحدة، والأهم برأيك من خلال قراءتك مقاربتك كيف يعني موقف فتح سيكون انطلاقا من هذه الضغوط؟ ومساء الخير لحضرتك ولضيوفكم مشاهدي الميادين. من الطبيعي أن يكون هناك موقف أمريكي وإسرائيلي وموقف لحلفائهم أيضا في المنطقة فيما خص مسألة توحد أو توحيد صفوف الفلسطينيين ومن مجمل حقوق الفلسطينيين وأوضاعهم. وبالتأكيد يعني هم ضد إنهاء الانقسام، لأن المستفيد الأول والأخير من الانقسام قد كان أعداء الشعب الفلسطيني وأعداء حقوقه والفشل والإحباط. ولكن كما قال الدكتور للداوي يعني هذا أمر ليس مستغربا وأمرا طبيعيا، ولكن من الطبيعي أكثر أن يكون لدى الفلسطينيين موقفا حازما بخصوص عدم الاستجابة لمثل هذه الضغوط. وموقف فتح على لسان السيد رشوب كان واضحا بهذا الخصوص، يمكن لا يحتاج إلى شرح.
الفصائل الفلسطينية تعمل عند فلسطين، ومبرر وجودها هو فلسطين، وليس هناك ما هو أعلى من فلسطين. وعندما يتعلق الأمر بفلسطين ومتطلباتها فلا يجب أن يجامل أحد مهما على كعبه، لأن المجاملة هنا تكون على حساب حقوق الفلسطينيين وعواطفهم ومصالحهم ومعنى فلسطين. وبالتالي من الناحية المبدئية وطبيعة اللحظة السياسية التي تمر بها الساحة الفلسطينية تتطلب الذهاب والمضي قدما في صيغة إنهاء الانقسام أو صيغة الذهاب إلى الانتخابات كخطوة سياسية مهمة تجري في لحظة حساسة للغاية محليا وإقليميا وكونيا. ومطلوب من الفلسطينيين أن يذهبوا لإعادة تجديد المشهد السياسي الفلسطيني بروحية أخرى وبذهنية أخرى وبطريقة وعي وإدراك مختلفة، وأن تستخرج فتح وحماس وكل القوى الفلسطينية بمشاركة الشعب الفلسطيني من أنفسهم أفضل ما فيهم، باعتبار أن ذلك ضرورة وحاجة سياسية استراتيجية ماسة. المسألة هنا عندما تكون فلسطين دليل الجميع، وعندما يكون العمل من أجل فلسطين هو الذي يشكل مرجعية الجميع، أعتقد أن الفلسطينيين يكونون في وضع قوي ويتيح لهم مقاومة أي ضغوط مهما كانت. كانت لدينا تجربة عقيمة وفاشلة في الانقسام وآثمة سياسيا واستراتيجيا، وفي تمادي عمر الانقسام وفشل كافة المحاولات لتخطيه، نحن أمام لحظة سياسية جديدة تحتاج إلى طريقة اغتنام سياسي وبخيال وعلى أساس وطني يحتكم إليه الجميع، ولنطوي هذه الصفحة ونفتح صفحة أخرى لكي نستطيع مجابهة التحديات والاستحقاقات التي تجري. طيب هذا كله دكتور نحن نسمعه نفهمه نتمناه نتفائل به. الشعب الفلسطيني ربما في محطات كثيرة جمعت الفصائل، وتحديدا في الانقسام يعني الأساسي بين حركتي فتح وحماس على مدى اللقاءات التي تمت في غير مكان وفي غير عاصمة عربية، لكن في المعطيات التي نصل إليها بين حقيقة الخلفيات الإسرائيلية والأمريكية، وأن لا نرى مفاجأة لكنها أيضا ربما تشكل دافعا يفترض لي أن لا يكون المشهد بحالة الانقسام هذه، والأهم من كل ذلك نحن أمام انتخابات إن تمت ستحول بشكل أو بآخر مفهوم من يمثل الشعب الفلسطيني، وحركة حماس هنا ستكون بشكل أو بآخر عقبة بالنسبة لمن يضعونها في خانة الإرهاب. أن تكون حركة حماس وحركة فتح في قائمة هذا سيكون له دلالات، دون أن نتحدث إن كانت ترغب الحركة منهما أن تكون فعلا في قائمة مشتركة. سأعود إليك إذا كان يعني لديك ما تضيفه حول هذه النقطة، لكن أود أن أسمع رأيك دكتور محمد أبو عاصي بكل ما تقدم في النقاط التي طرحناها بين الضغط وموضوع فعلا أن نرى حماس وفتح في قائمة واحدة. يعني بالنسبة للضغوط بديش أكرر اللي حكوه الزملاء الضيوف فعلا، بس بضيف عليه أنه في هنا الدول العربية المطبعة مع إسرائيل والمتحالفة مع إسرائيل أيضا تمارس هذه الضغوط، وإن كان في هناك خجل أنه يسموها بالأسماء، يعني بحكي بقصد السعودية والإمارات والبحرين وغيرها. فبالتالي يعني هذا الموضوع بالتأكيد لن يرضي أحد من أعداء الشعب الفلسطيني أنه يكون في هناك إنهاء للانقسام. ولكن أنا في عندي ملاحظة هون، أنه إذا بنتحدث عن الانتخابات هذا موضوع، وإذا بنتحدث عن إنهاء الانقسام موضوع ثاني. صحيح. لأنه في احتمال أنه الانتخابات تكرس الانقسام ويمكن تجر لويلات أكثر. فبالتالي أنا اللي بركز عليه مش موضوع الانتخابات، موضوع الانتخابات صارت ولا ما صارت، في حال توفر النوايا الحسنة، وهذا ما أشك فيه أنا شخصياً، في حال توفر نوايا الحسن ممكن أنهم يتوصلوا للوحدة الفلسطينية ولإنهاء الانقسام. وبعتقد السنوات الماضية كانت كفيلة في أنها لو توفرت النوايا الحسنة، وخاصة من الاجتماع اللي صار من بيروت على الأقل، في بيروت وبين بيروت وبين رام الله، واللي تم عمل بث مباشر على طريق الميادين. أنا قلتها أنا مش متفائل، لأن يعني أنا عم براقب الجهة الأطراف المختلفة. أولا اختزال الانقسام الفلسطيني بفتح وحماس، أنا بعتقد أنه هذا في يعني تصغير للموضوع، لأنه في هناك فصائل أخرى كثيرة ومقاومة ومسلحة
مثل الجهاد ومثل غيرها في غزة، وفي هناك فصائل أخرى بالضفة، فبالتالي وين دور هاي الفصائل وشو اللي بدها إياه؟ يعني بيستنوا لحماس وفتح يقولوا لهم بدنا نستنى. الموضوع الثاني اللي هو الأساس أنا في الموضوع، أنا بعتقد أنه خط المقاومة وخط السلطة أو ما تنتهجه السلطة في رام الله هما خطان متوازيان لا يلتقيان. يعني في عندنا خط عم بيراهن على بايدن، عم بيراهن على الحلول السلمية ولا يخجل منها، يعني بيحكي فيها هذا الحكي، مش أنا مش عم بجيبه من عندي، هن بيحكوا فيها، بيراهنوا على كل إشي إلا على خط المقاومة. طيب هذول كيف بدهم يلتقوا مع هناك؟ طيب لنفترض جدلا انه صارت الانتخابات فازت فيها حماس او فتح، طيب شو مصير سلاح المقاومه؟ طب هو وين بدها تصير؟ طب فازت فتح بدهم يشيلوها، فازت حماس بدهم يشيلوها عن قائمه الارهاب في اوروبا، وبدنا نرجع للمربع الاول. انا بتقديري الازمه ازمتنا مش ازمه انتخابات، ازمه نوايا حسنه بالاساس عند هذه الفصائل، ثقة. عند حماس، عند فتح، ونعم وازمه ثقه وازمه برنامج، وازمه برنامج، هناك في ازمه برنامج. في فرق بين ما براهن، انا براهن على التسويه السياسيه، وحتى بظاهره برام الله بخجل اطلع، وضد، وفي من الجانب الاخر في عندي خط ينتهج الكفاح المسلح وينتهج خط المقاومه، وان في ملاحظات كثيره على هذا الطرف او ذاك. انا مش يعني مش بدي ادافع عن حماس، لا، انا بدافع عن كل من يحمل بندقيه في غزه، يعني بدافع عن الجهاد، بدافع عن باقي الفصائل. هذا الخطان لا يلتقيان. طب كيف بدهم يعطونا اياها؟ اذا كانوا بيحكوا باتفاق القاهره، طب اتفاق القاهره صار له 5-6 سنين، شو اللي كان مانعهم؟ ليش اجلوا هذا موضوع المناقشات للقاهره لبعد ما اجى بايدن؟ ليش التنسيق الامني لما بلشت المفاوضات على اساس انه التنسيق الامني كان منتهي خالص، وعلى اساس ما فيش تنسيق مع الاحتلال؟ لسه اول ثاني يوم ما سقط ترامب ونجح بايدن رجع التنسيق الامني مباشره، مع قناعتي انه اصلا هو ما وقف. فبالتالي هذه المواضيع هي الاساس اللي بده يتم النقاش على اساسها. هل عند حماس استعداد اذا فازت فتح وفازت قائمه الرئيس محمود عباس انها تسلم سلاحها في غزه؟ واذا بدهاش تسلم سلاحها في غزه، طب كيف السلطه عندها استعداد انها تعترف بسلاح حماس في غزه كسلاح مقاوم ويستمر في المقاومه؟ يعني هذه المسائل الاساسيه. دكتور، هي النقطه هنا الاساسيه بما معناه بانه إذا ما تمت الانتخابات، وبالتالي البرنامج السياسي الذي يصوت على أطرافه في الانتخابات هو البرنامج الذي يفترض أن يكون مصوتا عليه شعبيا. تفضل فقط حتى يعني نوزع الوقت. تفضل. لا هذا عبث، معلش ثواني صغيره، هذا عبث انه البرنامج السياسي اللي بنجح هو اللي يمشي. يعني الان انا بقول لك شغله، نجحت حماس ولا سقطت حماس ولا هاي، ما فيش حدا في غزه عنده استعداد يسلم بندقيه. ونجحت حماس ولا سقطت حماس، ما فيش عنده حد استعداد في قائم في السلطه في رام الله انه يحكي بالمقاومه المسلحه ولا بالكفاح المسلح. طيب. البرنامجين متناقضين، اذا كانت القصه قصه توزيع مناصب هذا موضوع اخر، بيتفقوا على توزيع مناصب، خلي حماس تاخذ 3 وزراء، هذا موضوع ثاني. بالمناسبة يعني في مقابلته جبريل رجوب تحدث أنه نحن يفترض أن نكون لدينا اتفاق على مشروع يعني الدولة، وليس على تقاسم الكعكة كما وصفها. وأكثر من ذلك تحدث عن موضوع المقاومة الشعبية ويعني تغيير قواعد الاشتباك لشكل المقاومات أن يكون تفاهما. هذا سيحيلنا مجددا دكتور مصطفى للداوي بالسؤال عن الحوار الذي يفترض أن يكون. البعض يتم الحديث وكأنه العربة توضع يعني قبل الحصان، أنه كيف تكون الانتخابات قبل أن يتم أسس للمصالحة، والبعض يقول أنه في حوار القاهرة مطلع الشهر المقبل سيكون ربما ترسيخ للرؤى يعني التفاهمات التي على أساسها ستكون الانتخابات. ترى الأمر بهذا الاتجاه أم أننا أمام مطب جديد انطلاقا من هذه الضغوطات سيواجه هذا الحوار؟ أولا أنا لا أستطيع أن أبني رؤيتي السياسية أو رؤية الشارع الفلسطيني بصورة عامة في الداخل الفلسطيني المحتل أو في الخارج بناء على تصريحات رجوب أبو رامي. أنا لا أشكك في نواياه، لا أشكك في مصداقيته، ولا تراه يعبر عن فاتح. ومنذ أن بدأ حواراته مع حركة حماس ولقاءاته المتكررة مع الشيخ صالح العروري وهو يحاول أن يصل إلى قواسم مشتركة، لا أشكك في نواياه، لكنني أشكك في نوايا شخصيات عديدة في حركة فتح أنها لا تتفق معه في الخط وفي المسار وفي المآل. هناك شخصيات فلسطينية في السلطة الفلسطينية وفي حركة فتح لها أجندة خاصة، ولكنني هنا أود أن نبني جميعا على
على ما جاء به جبريل رجوب. هذه نقطة. النقطة الثانية أن الجانب الإسرائيلي منذ الاحتلال منذ 48 وحتى الآن وهو يرفض أي انتخابات فلسطينية تفضي إلى قيادة وطنية. هو يرفض انتخابات مجالس الطلبة في الجامعات، وأنا كنت رئيسا للكتلة الإسلامية في جامعة بيرزيت وكان يفضل الاجتماعات بالقوة، وهو ضد الانتخابات في النقابات. هو لا يريد أي انتخابات تفضي إلى قيادة وطنية، قيادة فلسطينية ترفض الاحتلال تقوم على برنامج المقاومة. هو يؤيد انتخابات كالانتخابات التي حدثت سابقا، يريد انتخابات فقط تقوم على برنامج التسوية. ولهذا الإسرائيليون اليوم ومعهم الإدارة الأمريكية الجديدة التي ستبني على الاتفاقيات السابقة وعلى ما أنجز سابقا، إدارة بايدن لن تقلب ظهر المجن لما قام به ترامب. وبالتالي الإسرائيليون بعد أن حققوا هذه الإنجازات، طوعوا عددا من الدول العربية وأبرموا اتفاقيات سلام معها وربما يفتحوا سفارات متبادلة فيما بينهم، الآن يريدون أن يبنوا على هذا الإنجاز. لا يريدون الآن، الإسرائيليون يرفضون تماما أن تعقد انتخابات على قاعدة برنامج المقاومة، وليس على ولا على قاعدة برنامج الوحدة، وإنما على قاعدة برنامج التسوية. ولهذا أنا أعتقد أن الأيام القادمة في القاهرة ستشهد تفجيرا لكل ما حدث أو لكل ما سمعناه. فالمجتمعون في القاهرة سيصرون، كل القوى الفلسطينية، أغلب القوى الفلسطينية الذين يمثلون تيار المقاومة سيصرون على أن تكون الانتخابات وفق برنامج المقاومة، وفق برنامج المقاومة تجري على أساسه هذه الانتخابات. برنامج المقاومة يعني رفض التنسيق الأمني، رفض التنسيق الأمني الذي تقوم به السلطة الفلسطينية في رام الله، يعني اعتبار أن السلاح الفلسطيني، سلاح المقاومة، سلاح وطني يجب الحفاظ عليه، وهو سلاح مشروع لا ينبغي محاربته. كذلك سيطالبون في القاهرة، وهذا حق شرعي للفلسطينيين، سيطالبون بالإفراج عن كافة الأسرى والمعتقلين السياسيين والأمنيين في سجون السلطة الفلسطينية. هل السلطة الفلسطينية جاهزة لكل ذلك؟ سيطالبون كذلك بالتمسك بقوة بضرورة إجراء الانتخابات في مدينة القدس الشرقية رغم أنف الاحتلال مهما كانت الصعوبات. كذلك فتح حماس والجهاد الإسلامي لديهم مؤسسات ضخمة في الضفة الغربية قد أغلقت، قد صدرت أموالها، قد اعتقل أبناؤها. كلاهما حماس والجهاد الإسلامي سيطالبان السلطة الفلسطينية قبل الانتخابات بحسن نوايا، يطالبانها بضرورة فتح هذه المؤسسات التي أغلقت من جديد. كذلك القوى الفلسطينية أعتقد فيما بينها تطالب بميثاق شرف، لا يريدون من هذه الانتخابات أن تكون انتخابات شكلية عرس ينتهي بانتهاء بإغلاق صناديق الانتخابات، وإنما يجب أن يكون ميثاق شرف يحفظ الفلسطينيون جميعا سلطة وقوة وفصائل يحفظون العهد والميثاق، ميثاق شرف يضمن كل ما ذكرته سابقا. كذلك هناك إشكالية كبيرة مطروحة في الشارع الفلسطيني اليوم، وهي إشكالية المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى وتدخل التنفيذي في هذه السلطات. أبو مازن تدخل في السلطات القضائية سواء مجلس القضاء الأعلى أو في سلطة محكمة الانتخابات. كذلك الفلسطينيون المجتمعون في القاهرة يريدون من السلطة الفلسطينية أن تكف يدها كسلطة تنفيذية عن هذه المحكمة، وبالتالي لقاء القاهرة هو الفيصل وليس أي تصريح آخر. طيب ما رأيك بكل ما تقدم دكتور جرادات نقطة أنه اتفاق أو يعني لقاء القاهرة قد يتفجر يعني انطلاقا من معطيات طرحها ضيفنا هنا في الاستوديو، الرؤية التي قدمها أيضا في التيار الذي يمثله الرجوب حول رؤية الانتخابات كما تفضل هنا دكتور للداوي؟ شوف الست رامية، اتجاه النقاش الذي يدور بيننا حاليا لم يبقي لا عربة ولا حصان مشان نحكي عنهم. يعني نحن هنا في تأمل لحظة سياسية بتعقيداتها وظروفها، وإذا قالوا إذا قال الفرنسيون أن الشيطان في التفاصيل فإن شياطين تفاصيل الفلسطينيين كثيرة، ونحن لا نحتاج إلى ذلك وقد شبعنا منها يعني ودفعنا أثمانها الباهظة. في اللحظة السياسية المتشكلة سواء في اعتباراتها الداخلية أو ضغوطها الخارجية المركبة تملي على كل المعنيين بالأمر الذهاب إلى الحقل السياسي بأدوات سياسية واغتنام اللحظة السياسية من أجل خلق واقع جديد يبني رؤية استراتيجية فلسطينية وفقا للمتوافق عليه بين أطرافها الأساسية، وتنظم الخلاف بشأن غير المتوافق عليه، وتبني سياسات ملائمة داخل الظرف الصعب الذي يمر فيه الجميع.
هنا ثقافة الشكوك واستذكار تفاصيل من الماضي لا تفيد أحدا، ويتعين علينا أن نحول الطاقة السلبية التي ترتبت في حياتنا على مدار العقدين الأخيرين إلى طاقة سياسية إيجابية نستطيع من خلالها المساهمة والمشاركة والمكابدة بمكابدة. طبعا الأمور لن تكون سهلة ولا يسيرة على الجميع، نستطيع المشاركة في طي صفحات وفتح صفحات سياسية ذات صبغة إيجابية وبناءة. وإحنا ما بدنا حالة ولا نتوقع ولا نريد، وليس من مصلحتنا أن يكون هناك حالة تطابق كلي فيما خص طرح قضايا غير مطروحة أساسا. لا أحد فينا، نحن المعنيين هنا. هذه الفصائل أيضا معنية، يعني حماس ما فيها تتجاهل. لكن دكتور أبو عاصي سأبقى معك لطفا، ما طرحه الدكتور جرادات يعني فيه نوع من يعني الوجاهية، بمعنى لماذا يفترض أن تكون هناك تطابق في وجهات النظر أو التماهي بين القوى الفلسطينية؟ يعني إذا فتح عندها رؤية للنضال وحماس عندها رؤية للنضال وكان ذلك في مشروع سياسي أفضل انتخابات بشكل أو بآخر والوصول إلى تفاهمات تضع استراتيجية وطنية فلسطينية، ما المشكلة؟ المشكلة كالتالي، أنه إذا حصلت الانتخابات في ظل هذا الازدواجية في المشاريع، ما لم يتم الاتفاق على مشروع قاسم مشترك بينها بينهم سياسي، بحكي يكون خطوة لمن يفوز بعد الانتخابات سواء كانت حماس أو كانت فتح، فبالتالي الانتخابات ستكون كارثة أسوأ من الكارثة اللي صارت بالانتخابات 2005. هم كان تفاهم القاهرة، لا يعني يفترض حوار القاهرة أن ينسج ذلك. لا معلش، تفاهم القاهرة سيدتي، أنا واحد الناس اللي على الأقل يعني كنت قريب منه في القاهرة. لا الحوار القادم الفترة. يعني في مطلع الشهر الذي سيحدث. لا الحوار القادم سيكون في هناك نوع من التنازلات في بعض القضايا، المسائل الأساسية قد يتم ترحيلها، ولكن إذا تم مناقشة القضايا المبدئية السياسية المبدئية، فبالتالي أنا ما بعتقد إنه هذا المؤتمر سينجح. أما إذا كان هناك من يقول لا والله خلينا نلجأ للانتخابات هي بتحسم الموضوع بين التسوية السياسية وبين فتح وبين حماس، لا الانتخابات ما رح تحسم، والانتخابات أنا شخصيا ضد هذه الانتخابات اللي بدها تصير في ظل الاحتلال، في ظل أجهزة أمنية مسيطرة في الضفة الغربية، ما فيش ضمانات، وبعدين الانتخابات هاي مين بده يعترف فيها في نتائجها؟ هل الاتحاد الأوروبي قدم ضمانات للسلطة يعترف بحماس يشيل حماس عن قائمة الإرهاب؟ طب ما هي حزب الله مشارك في الحكومة وبالبرلمان كله ما رفعوش، نعم بالحكومة وبالانتخابات وما رفعوش، طب حماس شو بدها تحكم ومين بدها تحكم؟ يعني معلش يعني اسمحوا لي اخواننا في حماس، هن على اساس مشاركين بالانتخابات شو بدهم يسووا بهالانتخابات؟ يعني معلش انا ضد مشاركة حماس بهاي الانتخابات. طيب. طول عمري ضدها، حتى بال 2005 ما كان لازم يشاركوا بالانتخابات، الانتخابات بتصير على أرضية أوسلو، بتصير في ظل الاحتلال، أي انتخابات هذه؟ بدهم اللي عنده نوايا حسنة سواء فتح ولا حماس ولا غيره، اللي عنده نوايا حسنة لإنهاء الانقسام ولتحقيق الوحدة الوطنية في قدامهم يتفقوا على صيغ. طول عمرها منظمة التحرير ماشية بدون انتخابات وكانت تتم بالتوافق قبل أوسلو عم نحكي، فبالتالي بيقدر يوصلوا لصيغ إذا توفرت النوايا الحسنة. بس طيب. معلش مش متوفرة. طيب. وأنا من الناس في نقطة استضاحية سأعود إليك للوقوف عندها ببعض تعديد بعض الدول يعني التي قدمها الرجوب، لكن علينا يبدو الدكتور الداوي لديه ما يعلق به على ما ذهب يعني الدكتور جرادات الدكتور أبو عاصي. لا شك أنني أختلف مع دكتور محمد فرحات جرادات فيما ذهب إليه. نحن كفلسطينيين جميعا وربما كعرب ومسلمين كذلك ممن يحبون القضية الفلسطينية يتمنون لها نهايات سعيدة ويتمنون لها مستقبل أفضل، يحبون أن تعقد انتخابات، لكن ينبغي ألا نتحدث فقط بالنوايا الحسنة. نعم هناك نوايا حسنة لدى الشعب الفلسطيني الجائع المحاصر المعذب المضطهد من قبل العدو الإسرائيلي وحتى من الدول العربية المحيطة به، يتطلع إلى أن يخرج من هذا المأزق. لكننا عندما نتحدث عن بعض التفاصيل، وأنا أتحدث باسم الشارع الفلسطيني، أنا ابن مخيم جباليا في غزة وأعرف ماذا يقول أهلي وماذا يقول شعبي، عندما نتحدث عن التفاصيل نتحدث عن نبض الشارع. نحن لا ننبش الماضي ولا نضع العقبات أو العرب أمام الحصان ولا العقبات في الطريق، وإنما نتحدث عن أشياء واقعية. كيف يمكن أن نقبل بحسن نية
لسلطة أو لجهة لفريق يشارك في الانتخابات وهو يعتقل مئات العناصر من الكوادر. هذا كلام متبادل. متبادل. إنه في في غزة أيضا بعض الكوادر وعدم حرية التعبير السياسي. متبادل. لكنه بالنسبة هناك فرق كبير جدا. ومع ذلك أنا أذهب معك ومع الأستاذ مع دكتور محمد بالتبادل. ينبغي على السلطتين القائمتين الفعليتين في رام الله وفي قطاع غزة أن تفرجا فورا عن كافة المعتقلين وتتوقفا عن الملاحقات والاستدعاءات للطرفين. أبدا لا يجوز. ولهذا أنا لا أقول بأن هذا نبش للماضي. هذه صفحات حسن نية. هذه أوراق نقدمها من أجل الانتخابات. ولهذا أختلف مع دكتور محمد. أما بالنسبة لموضوع القاهرة فأنا أعتقد كذلك أن محمود عباس أو رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس قد لغم هذا الاتفاق أو هذا الحوار بكثير من القضايا. ولهذا ينبغي على القوى الفلسطينية أن يكون لها أجندة معينة. وهنا كذلك أشير أن هذه الانتخابات في الشارع الفلسطيني هناك قلق. هذان مساران، مسار تسوية ومسار مقاومة، أبدا لن يلتقيا. ليس هناك التقاء، لكنني أنا لست مع التطابق. نعم لست مع تطابق المنهجين أو المشروعين. أنا مع التكامل. نعم مع تكامل كل الفرص. ولهذا ينبغي أن تكون هناك المقاومة الفلسطينية المسلحة وأن تكون هناك المقاومة الشعبية. أنا لا أدعو إلى إلغاء أحد الطرف الآخر. كل الأحوال شهدنا بعض الفصائل ومنها تلك التي لا تشترك في الانتخابات، يعني حتى نتحدث هنا عن حركة الجهاد مثلا، في لقاءات مع بعض الأطراف الموجودة حتى في الرباعية، موضوع روسيا أو التعويل ربما على بعض القوى الإقليمية والدولية التي تستطيع أن تحرك بالأمر شيئا، وموضوع التعويل على الإدارة الجديدة. سنناقش هذه النقاط بكل الأحوال وإياك دكتور الداوي، دكتور أبو عاصي ودكتور جلدات ومشاهدينا، لكننا سنقف مع فاصل ومن ثم نواصل المسائية. تفضلوا رجاء بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد في المسائية من الميادين. بين الانحياز والانحياز غير المشروط يمكن اختصار علاقة الإدارات المتعاقبة على البيت الأبيض بإسرائيل. فبعد رحيل دونالد ترامب تعمل إدارة بايدن على إعادة العمل بالسياسة الأمريكية التقليدية التي تعارض التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة. تؤكد الإدارة الجديدة أنها ستواصل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وستعمل على ضمان أمن إسرائيل وتفوقها الاقتصادي والعسكري في المنطقة. يدين بايدن أيضا الدعوات لإقرار مشاريع قوانين في الولايات المتحدة تدعو لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض عقوبات عليها. لكن في المقابل يشدد على ضرورة استئناف المساعدات للشعب الفلسطيني ومنها مساعدة اللاجئين ومعالجة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة وأيضا إعادة فتح القنصلية الأمريكية المغلقة في القدس الشرقية وفتح مكتب بعثة منظمة التحرير المغلق في واشنطن. تدخل كلها ضمن أولويات الإدارة الأمريكية الجديدة. ويرى أنتوني بلينكن وهو وزير الخارجية الأمريكي الجديد أن التسوية الوحيدة القابلة للاستمرار في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي كما يرى هو حل الدولتين. انطلاقا من هذه المعطيات نعود مجددا لضيوفنا بعد تجديد الترحيب بهم. معنا نحن هنا في الاستوديو دكتور مصطفى للداوي ومعنا من صوفيا دكتور محمد أبو عاصي ودكتور محمد فرحات جلدات معنا من بيت لحم. مرحبا بضيوفنا من جديد. دكتور جلدات وإياك أستأنف النقاش حول التعويل على الإدارة الأمريكية الجديدة بالنسبة للسلطة الفلسطينية. هل من الحصيف بالنظر إلى أنه الأمر لا يرتبط بسنوات إدارة دونالد ترامب في طريقة تعاملها مع الملف الفلسطيني في انحيازها الغير مشروط لإسرائيل أن يكون تصب ربما الآمال على إدارة بايدن بالنظر إلى يعني التاريخ الأمريكي مع الملف الفلسطيني؟ هو بس إذا تسمحي لي بملاحظتين بعدين سأجيب على السؤال. تفضل. الملاحظة الأولى ليس صحيحا بإطلاق القول بأن الحركة الوطنية الفلسطينية قد رمت المقاومة وخيارها وراء ظهرها. انه في نصور الواقع الفلسطيني باعتبار ان هناك طرفين، يعني طرفا مقاوما وطرف غير مقاوم او ضد المقاومه. هاي نقطه. النقطه الثانيه اعتقد ان النقاش يتطلب ان يرتفع الى ان يكون نقاشا في الاطار السياسي، واحنا مش في حاله استفتاء. يعني الميادين مش بتستفتي فيا وفي الضيوف الكرام انه شو رايكم وشو مشاعركم. لا،
هي الميادين ونحن نقرأ في المعطيات السياسية بتعقيداتها المختلفة. هاي ملاحظتين كنت حاب أقولها. أما فيما خص موضوعك، من غير الممكن، يعني يجب أن نفرق بين التعاطي السياسي مع متغيرات تحصل. للأسف يعني فقدنا التواصل مع الدكتور محمد فرحات جردات، ولكن يعني سأحتفظ في النقطة التي كان يتحدث عنها وأيضا بالتحفظ الذي قدمه بالنسبة لسياق ما تم تقديمه، وربما عندما يعود يعني أو عاد معنا الآن. تفضل دكتور جردات، كانت يعني التعليق عندك وفقدنا التواصل معك، تفضل. خلينا أقولها باختصار، لا يجب أن نسيء فهم الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لم تعلن يوما من الأيام منذ ظهور إسرائيل كفكرة حتى هذه اللحظة أنها غير منحازة لإسرائيل، ولم تعلن في يوم من الأيام أي تبني فعلي حقيقي ضمن أي منظور حتى سياسي مقبول للحقوق الفلسطينية. التفريق بين التعاطي مع المتغيرات السياسية أو محاولة اغتنامها بصورة أو بأخرى أو التعامل معها أو تقطيع الوقت معها شيء، وما بين أن يجري عرض الأمر باعتبار أن هناك ثقة ورهان وتوقعات من الإدارة الأمريكية الجديدة. عملية التحريك التي تقوم بها الإدارة الأمريكية الجديدة في أكثر من موضوع، يعني من اليمن إلى الموضوع الفلسطيني إلى يعني العلاقة مع أوروبا إلى مختلف الملفات التي تتعامل فيها، عملية يعني إعطاء محاولة إعطاء صورة أخرى، ولكن إعطاء صورة أخرى لا يعني بالضرورة إعطاء مضامين فعلية حقيقية لهذه الصورة. أي إدراك سياسي فلسطيني لأي طرف كان يبني موقفه على اعتبار أن يمكن الاعتماد على موقف أمريكي غير الذي نعرفه هو مخطئ ومشتبه وضال، وبالتالي علينا أن نقرأ الأمور في سياقاتها الفعلية والحقيقية. يعني نحن لا نستطيع أن نتجاهل دور الولايات المتحدة الأمريكية السلبي فيما خص المسألة الفلسطينية، ولا نستطيع أن نتجاهل الولايات المتحدة لأن الولايات المتحدة هي رأس حلف أعداء حقوق الشعب الفلسطيني. يعني على هذا الأساس يجب أن نتعامل، بس هذا ما بيمنع وجود مساحات من التعاطي السياسي والاغتنام السياسي لأي متغير مهما كان ضئيلا، خصوصا في مسألة مركبة ومعقدة مثل القضية الفلسطينية. دكتور جردات، أريد أن أبقى معك. فلسطين قسمت العالم منذ قرن. حتى نقف عند بعض التفاصيل، يعني هناك من قدم الأمر بأنه بعد لقاء الأمناء العامين الذي وصف بالتاريخي تم عملية مماطلة، أنا هنا أقتبس على ما قد قدم بالطرح، إلى حين قدوم الإدارة الجديدة، فيما معناه هناك تعويل على هذه الإدارة. أكثر من ذلك، مع فوز بايدن صار في إعادة تغيير في طريقة التعامل للسلطة مع الإسرائيليين، ومن ضمن ما ذكروه اللي يعني ضيوفنا أيضا موضوع إعادة التنسيق الأمني. في نوع من ربط المصير في مسار الاختيار كما تراه السلطة لحل القضية الفلسطينية في الإدارة الأمريكية الجديدة أو بالولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة التي أريد التعليق عليها ولو بدقيقة لطفا. نعم. شوفوا، العالم برمته كان بقطع بزمن بفترة ترامب، يعني من إلى مش الفلسطينيين لوحدهم. بس إذا كانت المماطلة بعد اجتماع الأمناء العامين قد أفضت فيما بعد، يعني بعد ذهاب ترامب وفوز بايدن، وإذا كان التوقيت يعني مرتبط فعلا، إذا أفضت إلى نوع من أنواع التفاهم بين حماس وفتح ومختلف الفصائل الفلسطينية، هي بتطلع مماطلة إيجابية وليست سلبية. يعني إذا كان يجري الاتهام أنه بعد اجتماع الفصائل كان مفروض برنامج عمل أن يتم، والكون والعالم والمنطقة تمر بلحظات مركبة ومعقدة، وكان العالم يقف على قدميه بسبب سياسات ترامب، وبالتالي إذا أفضت إلى مثل هيك نتيجة فيعتبر هذا اغتناما إيجابيا يعني وليس سلبيا.
يعني احنا بنحكي عن طرف لا تقبل به الولايات المتحدة وتصنفه إرهابيا، هي حركة فتح تذهب للتفاهم معه. ممتاز. وبالتالي احنا انا يعني اذا بتسمحي لي ان نعود الى اللحظة السياسية والامكانيات والافاق التي تفتحها، خير لنا الف مرة من ان نعود الى خلفيات يتعين علينا ان نحول طاقات السلبية الى طاقة ايجابية. طيب. حتى نتحدث عن الطاقة الايجابية نفترض ان نقف على الواقع، تفضل الانتخابات وزيح كافة القوى السياسية اذا مش عاجبيته. طيب نتحدث عن الوقائع، لانه ولا دوله من الدول تعاني التهويد والضم والاستيطان والاحتلال كما دوله فلسطين. ربما اوروبا لا يوجد لها خيار في طريق التحالفات الا ان تنتظر الاداره المقبله، وهذا ينسحب على الكثير من الملفات. موضوع القضيه الفلسطينيه قد يبدو مختلفا، لذلك كان الحديث عن بحث عن خيارات. ساهم دونالد ترامب بكشف حقيقه فعلا يعني النوايا الامريكيه، لانه اداره بايدن يبدو ستغرف من ارث ترامب بشكل او باخر حتى في موضوع القضيه الفلسطينيه، او قد لا تكون أولوية. دكتور الداوي، ما تعليقك على هذا الأمر في موضوع الإدارة الأمريكية، أو حتى أن يكون هناك فسحة لبعض القوى الدولية أو حتى الإقليمية للمساهمة للضغط للوصول إلى خواتيم قد تبدو مفيدة أقل من موضوع التفاهم؟ أولا، ما أتمنى أن يفهم دكتور محمد جرادات وغيره وكل الشعب الفلسطيني أننا جميعا نحن الفلسطينيين مع الوصول إلى خواتيم سعيدة، إلى إنهاء الانقسام وإلى إجراء انتخابات نزيهة تفضي إلى قيادة رشيدة، قيادة شرعية للشعب الفلسطيني. لكنني هنا كذلك أود أن أشير أنه ينبغي أن تكون دوافع الانتخابات دوافع وطنية، دوافع مصلحية للشعب الفلسطيني، ولا ينبغي أن تكون من أجل استرضاء أو استجابة لضغوط. نحن نسمع، ربما نتمنى ألا يكون صحيحا، أن هناك ضغوط تمارس على السلطة الفلسطينية من قبل دول الاتحاد الأوروبي التي اشترطت على 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 السلطة الفلسطينية أن تعود إجراء انتخابات حتى يعود الدعم إليها مرة أخرى. كذلك الشرعية. هناك دول عربية تمارس الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل أن تقصي بعض القوى الفلسطينية حتى تخرج من الشرعية من شباك الشرعية الفلسطينية ويكون هناك شرعية فلسطينية أخرى. كذلك نخطئ كثيرا إذا رهنا على الإدارة الأمريكية. هل يمكن الخروج من موضوع الولايات المتحدة الأمريكية؟ أنا للأسف لا يمكن الخروج من حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية، أكبر قوة في العالم مؤثرة لها دورها الكبير في دعم الكيان الصهيوني، لكن هناك تجارب كثيرة سابقة. أفضل طريقة لمواجهة الإدارة الأمريكية هي أن نوحد موقفنا الفلسطيني. أنا لست مع وحدة المسارين المقاومة والتسوية، أنا مع وحدة الشعب الفلسطيني، أن نخرج بقيادة موحدة بإرادة مشتركة بألوان من المقاومة، نذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية، نحن الشعب الفلسطيني شعب موحد. أما أن نخضع للإدارة الأمريكية، نعم كما ذكرت في التقرير إدارة بايدن قد تراجع عن بعض الخطوات الشكلية من ضمنها إعادة فتح مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، دعم الأونروا، دعم المؤسسات الصحية وما شابه، لكنها ستمضي كذلك كما ذكرت في حل الدولتين وفي موضوع إلغاء رفع الشرعية عن بعض المستوطنات الإسرائيلية، مقابل أن يعود للأسف فريق أوسلو مرة أخرى إلى المفاوضات. نحن لا نريد أن تكون هذه الانتخابات فقط إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية أو إرضاء لبعض الدول العربية التي لا تريد قوى فلسطينية لصيقة أو بجوار منها تحكم وتسيطر. طيب انطلاقا من هنا يعني استمزج رايك دكتور محمد ابو عاصي، وخصوصا بالنسبه للقوى التي يمكن ان تكون داعمه للخيارات الاخرى بالنسبه للفلسطينيين، موضوع الاداره الامريكيه اسالك، في بعض الدول مررها ايضا سيد رجوب يعني مقابلته تحدث عن من يدعمون قيام جبهه وطنيه تقود بالنهايه الى ان نرى لحمه ووحده وطنيه، تحدث عن مصر قطر تركيا وذكر سوريا، وهذا أيضا كان لافت، وتحدث أيضا عن روسيا. دكتور أبو عاصي تسمعني؟ أهلا، بس آخر شيء ما سمعتكيش السؤال. أسألك عن الدول التي ذكرها الرجوب من ضمنها سوريا التي تدعو لأن نرى يعني جبهة موحدة وطنية فلسطينية للمواجهة. سيدتي، كل الدول الصديقة للشعب الفلسطيني والدول التي تتبنى محور المقاومة والدول الحريصة على مصلحة الشعب الفلسطيني هي بالتأكيد مع قيام جبهة وطنية موحدة ومع إعادة اللحمة للشعب الفلسطيني. ولكن يعني للأسف الشديد يعني أنا في ناس عم بيقول لك لا هي تحرك سياسي، هي الرهان على إدارة بايدن كان واضح.
طب انا اذا كنت براهن على بايدن او انه في هناك تحرك جديد، بديش انا ما بدي مكتب في منظمه التحرير هناك، ما بدي رجال المساعده، انا بدي شيء لي اكمل مستوطنه على الاقل حتى يبين لي عنده اذا عنده حسن نيه وعنده توجه معين، يشيلهم لهالمستوطنات، يهدد اسرائيل بعقوبات اذا لم تلتزموا يا اصدقاء ويا حلفاء، اذا لم تلتزموا بوقف الاستيطان والى اخره. يعني مجموعه هذه القضايا هي الاساس بالنسبه لنا، مش مجموعه اللي بيحاولوا يذروا الرماد في العيون. اليوم اليوم نائب في مجلس الشيوخ الامريكي قال، يعني قالها بشكل واضح، هذا جون بول اللي او بول قال انه ما فيش لا تتوقع انه يكون في سياسه امريكيه جديده. طبعا ما في سياسه امريكيه، نعم ما في سياسه امريكيه جديده. والوزير الخارجيه الامريكي الجديد هو كمان على راي اعضاء الكونغرس هو من اكثر المتحمسين للحروب في الشرق الاوسط كان. فبالتالي يعني للاسف الشديد لا زال هناك رهان، قد ما بدناش نغطي الشمس بغربال. أشكرك. السلطه لا زالت تراهن على الولايات المتحده الامريكيه. أشكرك. السلطه لا زالت في اطراف فيها اسرائيليه ضد هاي القصه. وللعلم اذا فارس بس ملاحظه صغيره، اذا صارت الانتخابات لسه الامارات راح تشارك في هاي الانتخابات من خلال حلفاء لها موجودين على الساحه. وهذا موضوع آخر له علاقة أيضا في فتح ترتيب البيت الداخلي، التحسب نتحدث هنا عن نعم. دحلان، هذا موضوع ثاني، موضوع طويل، نعم وربما يكون حاضرا بكل الأحوال. انتهى الوقت بالكامل. دكتور محمد أبو عاصي مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في بلغاريا ضيفنا من صوفيا، شكرا جزيلا لك. دكتور محمد فرحات جرادات الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية ضيفنا من بيت لحم. دكتور مصطفى اللداوي الكاتب السياسي الفلسطيني ضيفنا هنا في الاستوديو، شكرا جزيلا لك. كل الشكر لضيوفنا ولمشاهدينا دائما. للمزيد الميادين.net. إلى اللقاء.